solution of non-linear equation. Non-linear equation يعني معادلة غير خطية، ممكن تكون كسر، ممكن تكون كسر، ممكن تحتوي على معادلة، على دالة مثلثية. تمام، اختصر لكم الكلام الفوق. أنا بالبداية من أحتاج أحل بطريقة نيوتن رابسون for approximate يعني التقريبية للتقريب. تمام، احنا قلنا لازم التعابير بالبداية جديدة علينا لازم نعرفها. أنا كهذا اشتقاق القانون أنا ما أحتاجه، لأن أنتم مو أهل اختصاص حتى أطلب منكم اشتقاق القانون، بس أنا أريد القانون الأساسي طلاب اللي هو معادلة رقم 3. إذا ممكن تأشروا عندكم xn زائد 1، xn زائد 1 هي النقطة الجديدة، النقطة الجديدة اللي أنا أريدها xn زائد 1. تمام، النقطة الجديدة اللي أنا أريد أستخرجها تساوي لي xn النقطة القديمة ناقص f of xn تعويض النقطة بالدالة المعطاة على f bar xn، تعويض النقطة وين؟ بالمشتقة. again xn زائد 1 هو النقطة الجديدة اللي أنا أريدها، xn يمثل لي النقطة القديمة المعطاة أو اللي أنا أستخرجها وأستخرج بعد نقطة log، ناقص f of xn تعويض النقطة بالدالة المعطاة على f bar xn، أعوض النقطة بالمشتقة. يعني أنا شوفر عندي دالة بالسؤال وعندي نقطة، من أجي أحل بطريقة نيوتن رافسون عندي نقطة ابتدائية اللي هي x نود، يعني أبدي تسلسل النقاط طلاب بالتحليل العددي x نود x1 x2 إلى ما لا نهى من النقاط. طبعا أنا أتوقف لحد قد نقطة معينة 3-4 نقاط ووقف الحل مالتي في حال عندي صار تشابه بالنتيجتين الأخيرة، أنا أوقف الحل. أنا من عندي راح مثلا أجيب لكم سؤال راح أقول لكم يعني مثلا أنا أريد كم نقطة، أو توصلون 4 نقاط وتبدون تشوفون الحل بدأ يشابه وتتوقفون عن الحل. النقطة الابتدائية اللي أنا أعطيها بالسؤال اللي هي X نود قسم ينطوها بالسؤال وقسم يستخرجوها من تعويض النقاط بالدالة والرسم، رسم نقاط التقاطع. أنا ما راح أريد هذه الخطوة، يعني أنا راح أعطيكم النقطة جاهزة، ما أريد من عندكم خطوة الرسم حتى أسهل عليكم الطريقة. يعني X نود اللي هي النقطة الابتدائية أما أنا أعطيها أو تكون مستخرجة من قبلكم، شلون؟ إنه أعوض نقاط رسم بالدالة وأستخرج نقطة التقاطع اللي هي تعتبر X نود، مرات تكون نقطتين، بس أنا حتى أسهل عليكم المسار مال الحل أنا أعطيكم النقطة الابتدائية. يعني أخاف مثلا أحد يقرأ بغير مصدر، ترى هي الطريقة إنه النقطة البداية اللي أنا أبلش بها أغلبهم يستخرجوها من نقطة التقاطع. هاي نقطة التقاطع من أنا أستخرجها؟ إنه أرسم. شوفوا equation 3، equation 3 for the Newton-Raphson method. Raphson طلاب، مو رابسون، رابسون method can using this method by the following. هاي خطوتين ثلاثة للحل بالنهاية. هاي الخطوة الأولى يقول give first approximating to root of equation f of x يساوي صفر. يعني أنا أخلي المعادلة تساوي صفر اللي معطاه بالسؤال، وبعدين شنو؟ أطلع النقاط مال التقاطع أرسمها. الجراف of y يساوي f of x، شلون أرسم نقاط التقاطع؟ إنه أنا راح أطلع النقطة وراح أعوضها بالدالة، كأنما إحنا بنسوي رسم للدالة وأستخرج من خلالها نقاط التقاطع. عن الخطوة هاي راح أختصرها لكم، ما راح أسويها لكم، أعطيكم رسم دايركتلي
عفوا دايركت، لا اعطيكم النقطة الابتدائية. تمام، use first approximating، النقطة التقريبية الأولى استخدموها حتى نستخرج الثانية، والثانية نستخدمها حتى نستخرج الثالثة، so on، يعني بتتالي الخطوات to get from and approximate x and إلى أن نوصل إلى x and. شوفوا أنا إيش قلت أحدد بهم إياه زين. The next approximate x n زائد واحد، يعني من x نود x1 x2 إلى x n إلى آخر خطوة x n زائد واحد زين، عن طريق شنو؟ تستخدموا الإكواجين الثلاثة اللي هو قانون الطريقة أو قانون النقاط اللي أنا دا أستخرجها زين. وأيضا إحنا ما ننسى نوفر قبل ما نبلش الحل الدالة مشتقتها، يعني أنتوا اللي فوق تكتبون، أنا مثلا أعتبر طريقكم دالة معينة، شو تكتبون؟ تكتبون النقطة الابتدائية x نود توفروها تساوي بعدين فارزة تكتبون f of x الدالة، بعدين شنو تكتبون؟ فارزة أيضا توفرون مشتقة الدالة f bar للإكس، هاي الدالة مشتقتها أنا كل خطوة أعوض بيها النقطة الجديدة. طلاب هسه الإكس نود ناطتكم إياها واحد فرضا، جيت الدالة مالتكم نقول هي الدالة إكس تربيع زائد واحد أو واحد على إكس، لأنه إحنا قلنا نون لينير زين. بعدين اشتق هسه سالب واحد على إكس تربيع، أعوض النقطة بالمشتقة وبالدالة، أقسمهم على بعض، وفرت هذا البارت من القانون، أشتغل طلعت لي الـ x1، العملية الحسابية اشتغلتها طلعت لي الـ x1 نفس الحالة، أجي أعوض الـ x1 بالدالة ومشتقتها، يعني كل مرة أعوض النقطة الجديدة. زين شوفوا لي هالـ example. Solve the following using Newton-Raphson method. عندي الدالة واحد على x زائد واحد يساوي صفر، الدالة مخطية عندنا بها كسر أو مرات تكون كسر وجذر عادي. زين start with ال x نود نعطيني إياها سالبة وهذا الشيء عادي، ونعطيني نسبة الإيرور، نسبة الإيرور 0.5. نسبة الإيرور تفيدني طلاب شلون تفيدني نسبة الإيرور وهذا القانون؟ تفيدني إنه أنا كل ما قل بين النقطتين يعني اللي أنا مستخرجتها الإيرور، أو أنا أحدد لكم فد نسبة إيرور معينة، هذا يفيدني أيضا للتأكد من الحل. يعني أنا طلعت إكس نود عندي وطلعت إكس 1، إيش أسوي؟ راح أجي أختبر الإيرور عليها إكس إن زائد واحد ناقص إكس إن اللي هي مثلا إكس 1 عفوا ناقص x نود على x1. اوكي يطلع لي الناتج، يطلع لي الناتج طبعا هو بالمية، يطلع لي الناتج او تضربوه او بس النسبة تريدوها تبقوها 0.55%، نسبة الايرور بين النقطة الأولى والثانية أنا سويتها، بعد أنا ما واصلة إلى نصف، ممكن أنا بعد أحتاج إلى نقاط. طلعت النقطة الثانية، أنا نود معطات 1 استخرجتها، 2 استخرجتها، أسوي النسبة بين ال 1 وال 2، الناتج النهائي طلعت مو النقطة، الناتج النهائي اللي هي النقطة اللي أنا استخرجتها، أنتم مو تاخذون النقطة ال x ما بتسوون عليها بس، نتابع الحل. مثل ما قلت لكم نثبت الدالة واحد على x زائد واحد ونثبت النقطة الابتدائية. أجي وفرت المشتقة f bar x n، حكي بصيغة x n لأنه ما معوض. أنا يعني أجي أعوض شو أقول؟ f bar إلى سالب 0.5. أجي هنا سوى f x نود عوضها. ثبت انه انا عندي شنو؟ عندي الداله اف اكس نود، داله مالتي واحد على اكس زائد واحد زين،
شوفوا كتب لي يساوي صفر. ليش كتب يساوي صفر؟ لأنه ممكن أني أوفر نقاط تقاطع في حال أني ما عندي الإكس نود على مود أرسمها، بس أني قلت لكم أنطيكم الإكس نود بالبداية حتى بس يكون عندكم باقي مكان طلاب. عندي الإكس نود أعوضها بالدالة وأعوضها بالمشتقة. زين؟ اف بار اكس نود، يعني الاكس نود هنا اف بار شعوض به سالب 0.5 يساوي سالب 1 على، يعني هي 1 على اكس تربيع، اشتقيت سالب 1 على اكس تربيع طلعت لي 1 على سالب 0.5 تربيع from equation 3. يعني equation 3 القانون مالتي اللي انا اثبته كل ما احل. طلاب اثبتوا لي بالبدايه القانون والمعطيات. زين؟ اكس 1 القيمة الجديدة اللي أنا أريدها ايش طلعت لي؟ اكس نود ناقص اف اوف اكس نود على اف بار اكس نود. أنا اثنين استخرجتها اف اوف اكس نود على اف بار اكس نود، أنا أوضحها قبل ما أطبق. شو راح يصير عندي؟ سالب 0.5 اللي هي الاكس نود ناقص سالب 1 على سالب 4. سويت العملية الرياضية طلع لي سالب 0.75. هاي النقطة أني اكس 1 حتمثل لي. أجي نفس الشيء أعوضها بالدالة وأعوضها بالمشتقة وأقسم الناتج. تريدون تقسمون قبل ما تبلشون أو تريدون تقسمون داخل القانون ما يتحلون، بس ما تنسوا تاخذون بس ناتج القسمة مع الإشارة. زين؟ يعني هسه هنا شوفوا لي هالخطوة هذه هنا قسم، بس حط النواتج وقسمها. انتم تريدون تقسمون قبل ما تبلشون عادي، بس انا افضل ليش انه تكتبوها خاف تنسون. سالب 0.5 مثلا سالب 0.75 ناقص، هاي الاشاره ثابته طلاب ناقص، حتى لو طلع لكم ناقص هناك هم توضحوا. سالب 1 على سالب 4 مثلا طلعت لي سالب 2 على سالب 6. الخطوه اللي بعدها اخليها وتطلع لي اكس شنو؟ اكس 2. زين؟ شوفوا هنا شو مسوي؟ مسوي بين النقطة الأولى والإكس نود مسوي الإيرور. الإيرور طلع لي 33، أنا رايت 0.5، إذا بعدني أنا بعيدة. كل نقطة جديدة أطلعها أطلع بين السابقة والجديدة الإيرور، على مود أشوف نفسي وصلت للحل الأمثل. زين؟ إكس 2 استخرجها نفس الطريقة على سالب 0.937. طلاب ثلاث مراتب ورا الفارزة أنا أريد، يعني يجوز تستخدمون الحاسبة يطلع 12 مرتبة، أنا ثلاث مراتب بعد الدوت ورا الفارزة. زين؟ شوفوا لي هالتابل هنا شو يمثل لي؟ هنا عدد النقاط، عدد النقاط هنا الـ xn النقاط. انتوا تسووا لي مثل طلاب هذا التابل f of x، القيم مال f of x يعني انا من عندما عندي x nodes كانت سالب 0.5 عوضت بها الـ f of x ايش قد طلعت؟ من عوضت الـ سالب 0.5 بالمشتقة ايش قد طلعت؟ xn زائد 1 اللي هي الـ x1، الـ x1 نفسها انزلها هنا طلاب، نفسها انزلها هنا. شوفوا لي بين اكس نوت الايرور الاول هو صير بين اكس نوت واكس 1. لكم يا انا اعجل حتى يثبت. الايرور الثاني بين اكس 1، كل ما اطلع قيمه جديده اسوي الايرور الها بينها وبين قبلها. يعني هسه انا طلعت لي الاكس 2 اسوي بين الـ X1 والـ X2. زين؟ شوفوا لي هنا هاي بين من وبين من؟ بين X2 و X3. تمام؟ وهنا بين X3 و X4. طلاب مثلا الايرور طلع
6% اللي بتكملوا لي بعد حل، وانا ناقدكم اياه 0.5. العفو، اذا طلع مثلا عندكم بدل 0.3 انا ناطيته 0.5، اذا طلع نفسه لا تكملوا الحل بعد، ما اريد نقطه وراها، لا تطلعوا لي اقل، لا تزيدون عليكم الحل. زين، توصلوا مثلا انا ناطيكم اياه 0.7 نسبة الايرور، انتم طلعتوا 0.9 لا تحلون بعد نقطة وراها. زين، خلص انه انا افتهم انتم، انا مثل ما واصلتكم، انتم وصلتوا لمرحلة معينة، اوكي وقفتوا بالايرور، وصل نسبة متقاربة يسموها. زين، حتى انا ما ازيد عليكم عدد خطوات، انا عن نفسي ما اجيب لكم اكثر من 4 نقاط نفس هالجدول. زين، شوفوا لي هالتشيك، تشيك ذا انسر، يعني انه صدق يساوي صفر. زين، شو مسوي؟ ماخذ النقطة الأخيرة اللي هي الايرور مالتها أقل من المعطى، وين مطبقها؟ 1 على سالب 1 زائد 1، مطبقها بالمعادلة النهائية، طلعت لي صفر. إذا أنا همينة هاي خطوة كتأكيد حل صح. إذا خطوتين للتأكيد الحل صح، إنه إذا طلعت لي النتائج متقاربة، شوفوا شوف البوينتات الأخيرة 0.997 هنا 1 طلعت لي. زين، بغض النظر عن الإشارة طلاب، الخطوة الثانية الإيرورز، إنه أنا أتأكد بالإيرور الموجود من النقطة السابقة والجديدة، كل نقطة سابقة وجديدة. زين، والخطوة الأخيرة اللي أنا أتأكد بيها، زين، انه اخر نقطة اللي هي طلع بها الايرور اقل من ايرور السؤال، شو اسوي؟ اجي اخذها للنقطة واعوضها بالمعادلة الاصلية اللي اف اوف اكس، اللي هي ايش راح تكون؟ سالب، عفوا، المعادلة اللي معطاه بالسؤال 1 على x تربيع ناقص 1. رجع شوي شوف المعادلة، يعني طلع 1 على x زائد 1، العفواني عبالي السالب موجود بالدالة، لأن النقطة أصلا سالبة، 1 على x زائد 1 يساوي 0. هذا إثبات عندي على مود أشوف أختبر صحة الحل مالتي. أنا هسه بس أوقف التسجيل وأستقبل أسئلتكم.